تجمعنا كلنا صار بدها حكاية. شو رأيكم مثل ما عم بيقول محمد بهالسهرة الحلوة صار بدها حكاية؟ كلنا سمع. حكايتي بتقول هالحكاية عن إمام جمع خصال الأنبياء، حكي بالمهد مثل النبي عيسى، وكان مخفي بولادته مثل النبي موسى، والله عز وجل أعطاه عمر طويل مثل النبي نوح عليهم السلام. وبيوم من أيام شهر شعبان والقمر بدر عم بشع بنوره على الأكوان، سيدة حكيمة عمة الإمام الحسن العسكري عم تتأمل بالقمر المنير وعم تقول أي متى رح ينور قمرنا قلوبنا، أي متى رح شوفه اتنور ببركته. بهالوقت كان في شي عم بيحاول يغطي على نور القمر، حراس كتير عيونهم عشرة عشرة مترصدة، ايه مين بده يكون وصيل الإمام الحسن العسكري عليه السلام ومين بده يكون خليفة لإله. ولما كانت السما عم تتنفس وتقول والفجر، والسيدة نرجس عم تردد والشفع والوتر، والسيدة حكيمة عم ترتل سلام على آل ياسين، مع ذكر الرحمن الرحيم ولد المهدي الموعود هو ساجد، وعلى كتفه الأيمن مكتوب جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهون عم العطر أرجاء البيت ونحن قادرين نتنفس هالعطر، ملائكة بيضة نزلت لحتى تمسح بأجنحتها على راسه ووجهه وتتبرك فيه. كل الوجوه كانت عم تحمد الله وتسبحه وتشكره. بس لازم يضل هالخبر سر أو الكون ليش؟ ما بنعرف. ما بنعرف، لازم يضل هالخبر سر لحتى يحموا ويحافظوا حياة هالمولود الجديد. إلا من مين؟ إلا من المقربين والمخلصين. فصار يخبرهم الإمام العسكري واحد واحد، ولما كانت توصل رسالة الإمام العسكري للعلماء المخلصين كان الشوق يملأ قلبهم، يضموا الرسالة على صدرهم ويتنفسوا ويقولوا خي إنه الإمام العسكري ائتمنهم لهالرسالة. كيف يعني ائتمنهم لهالرسالة؟ يعني أمنهم لهالسر العظيم. وكان مكتوب بأول الرسالة: ولد لنا مولود فليكن عندك مستوراً وعن جميع الناس مكتوماً. وهيك صاروا المخلصين يجوا لعند الإمام بفرح وسرور لحتى يباركوا له، وعالسكت واحد واحد. وأول ما كان يقدم لهم المولود يقول لهم: هيدا صاحبكم من بعده، هيدا خليفتكم من بعده، هيدا القائم اللي رح تمتد له الأعناق بالانتظار. من بين هالمخلصين كان أحمد بن إسحاق. أحمد بن إسحاق يا حبايب عايش الإمام الهادي عليه السلام، وكان من أصحاب الإمام الحسن العسكري. أول ما سمع بالخبر حتى لو من بعيد وحتى لو كان هو رجال وختيار كان مسافة طويلة ليوصل، ما قبل إلا يوصل ويبارك له للإمام. وأول ما شافه للإمام العسكري دغري أول سؤال سألوا إياه: مين الخليفة من بعدك؟ فهون بيقوم الإمام العسكري عليه السلام على الغرفة التانية، بيرجع هو ومعه ولد مثل فلقة القمر. هالولد قد ايه صار عمره؟ 3 سنين. والإمام العسكري عم بيقله لأحمد بن إسحاق: هيدا ابني، اسمه ع اسم الرسول، وكنيته مثل كنية الرسول، رح يغيب غيبة طويلة ورح يرجع بعد ما تمتلي الأرض بالظلم لحتى يعمها كلها بالعدل والأمان. وهيك بتمرق الأيام وبتجي الأيام، والسيدة نرجس قلبها وعيونها وكل كيانها على ابنها، كل ما تسمعه تحمد الله سبحانه وتعالى وتدعي الله لحتى يحفظه من عيون مين؟ المطربسين، الحراس. كانت تشوف وتسمع كيف الإمام الحسن العسكري عم بيقدمه لأصحابه، وكانت تشهد على بلاغته وعلمه
حتى لو هو طفل صغير. وكان هم الشاغل مثل كل الأمهات كيف تخليه جوا قلبها محاوط بالعطر وبعيد عن الأشواك. وهيك بيرجع بيزوره للإمام حدا من المخلصين. هالرجال من زمان كان عيون الحراس عليه بدهن ياه وناطرينه، فهون بحاول إنه يتخفى بيتخفى وبيوصل على السكت لعند الإمام. أول ما يوصل لعند الإمام الحسن العسكري بشوفه قاعد وكأن ناطره. تفضل يا فطومة. ألف صح، بشوفه وكأن ناطره، بس بيكون الإمام العسكري قاعد حده وفيه حده حدا. هالحدا صار عمره 4 سنين. النور عم بشع من الغرفة. هالرجال انبهر من النور اللي عوجه لهالصبي، ودغري المهدي الموعود قال له إنه يكون مطمئن لأن الله عز وجل لح يكفيه شر هالحراس. استغرب هالرجال، يا عمي كيف ولد صغير وعرف إني أنا كنت قلقان وهيك خيفان من الحراس؟ فهون بقول له الإمام العسكري بصوت كله فخر وثبات، هيدا ابني وخليفتي من بعدي، لح يغيب غيبة كبيرة وطويلة ولح يرجع بعد ما تمتلي الأرض بالظلم ليرجع يعمها بالعدل. وهيك يا حبايب استمر هالسر 5 سنين يتناقل بين مقرب وولي ومخلص، لحتى كل الناس شافته وقت بده يصلي عجنازة بيه. وهون عليت الأصوات، الإمام الثاني عشر موجود، محمد بن الحسن المهدي الموعود. إيه موجود الوصي والخليفة. إيه يا حبايب إمام الزمان بنشوفه بكل مكان وبكل زمان، بعيش بيناتنا. بتعرفوا أنتو إنه هو بيمشي على الأرض اللي نحنا بنمشي عليها؟ إيه فينا نسلم عليه وأكيد هو بيسمعنا وبرد لنا السلام. السلام عليك يا صاحب الزمان. الإمام موجود بنشوفه على الجبهات بنداء يا صاحب الزمان. لبيك يا صاحب الزمان. بنشوفه بالمساجد بالمدارس، بنشوفه ببراءة الصغار، بنشوفه بعلم الكبار، بنشوفه بأعمالنا خطواتنا وأفعالنا. ولا يوم الإمام غاب عنا، مهم نحنا يا حبايب ما نغيب عنه. وهيدي حكايتي حكيتها ومن قلبي لقلوبكن وديتها.